السنة في القبور أنها تكون خارج البنيان، خارج البيوت، بعيد عن البيوت. نسولني فنارك فنارك في الإسلام جل فاسنا ذلك لا تنتام. لماذا؟ حتى لا تعبد. وماذا يكون حول البيوت؟ إن زمن كل من تنتام المساجد. لكن أهل الباطل أبوا، هدموا المساجد وجعلوا القبور والأضرحة داخل البنيان حتى تعبد من دون الله. نقول لزيد تشبك نمبر أن تشمني كذا فكنا رمضان فيروش نمبر أن يبقوا باطلون يعود هنالون مشكي ففاسنا نوليك لنو من دين التنام أن زي يفضل عما سينا اللي فاسنا دين يفرق بكونا الميت يعبد يفات فيه يتبقى بكونا أو يعبد الحي الذي لا يموت كيف تفتقر إلى مخلوق إلى ميت؟ هذا يقول الميت يؤخذ من هنا إلى هنا ويوضع وبعد هذا يعبد. أين العقول؟ بعض هؤلاء يدرس في الجامعة وهو دكتور في الجامعة وما هذا يعبد الأحجار ويعبد الأشجار. ما نقول لزنا تعرف في نار ويجي من يدرس في ما وشترز لفقيد في نار يجي من يبغى من بجوا موارد كخاف ناسنا سنقول بين فاتي رزان بين عند الشدة عند الكرب لا يدعو إلا الله. أمي فسيراننا أمي حتيرينا problem ما بسكرزنا. لماذا؟ لأنه لا يعلم لأنه يعلم أنه عند الشدة لا يمكن أن يخلص من هذا إلا بالالتجاء إلى الله. سجينا بارن من يولنا دي problem دي فمايزنا يولنا نزقت ماي زي ما زتيكا تشمار بيتا ما هذا بس نعم.